هو الأفضل رجل العمود تكون للخارج ولا تكون للداخل داخل القاعدة الخرسانية؟ قولا واحدا الأفضل أن يكون أرجل العمود للخارج، لأن أرجل العمود للخارج هتضمن لي أكبر مساحة تلامس بين العمود وبين القاعدة، بكده هضمن نسبيا توزيع أفضل للأحمال من العمود للقاعدة. أيضا أكبر منطقة تقاوم قوى القص أو قوى اختراق العمود للقاعدة هي المنطقة المجاورة تماما للركيزة من ناحية الخارج، وبعمل أرجل العمود للخارج سأضمن وجود أكبر نسبة من التسليح في هذه المنطقة، إذن سيتم تعلية مقاومة الخرسانة للاختراق في هذه المنطقة. أيضا أقصى عزوم تقاومها القاعدة تكون بجوار الركيزة مباشرة. عند عمل أرجل العمود للخارج سأضمن وجود نسبة عالية من التسليح أيضا في هذه المنطقة، ستمنع حدوث أي تشرخات بالخرسانة نتيجة هذه العزوم القصوى. أيضا إذا كانت أرجل العمود للداخل من المحتمل كثيرا أن يحدث تعشيش أسفل منطقة العمود، في عكس إذا كانت للخارج سيكون احتمال التعشيش أقل كثيرا. أيضا اتجاه أرجل العمود للخارج يضمن لنا أفضل ارتكاز للعمود داخل القاعدة الخرسانية. إذن وجود أرجل العمود للخارج سيحسن من أداء القاعدة ضد الاختراق، ضد التشرخات الناتجة من أقصى عزوم، سيضمن ارتكاز عالي للعمود داخل القاعدة، سيضمن مساحة تلامس أكبر بين العمود والقاعدة. إذن من الأفضل أن يكون اتجاه أرجل العمود للخارج.